الا فعلا هاد التصريح كان صحيح حنا ما كاين مشكل، حنا مستعدين اللي كيقول هاد الكلام نمشيو عنده يتقدى لينا والله يجازيه بخير. الا كيلقى اللحم بشي ثمن ماشي هو اللي كيكتبوا به المغاربه، الا لقى الخضر بشي ثمن ما كيعرفوش المغاربه الله يجازيه بخير. حنا ندير واحد القضيه ونعطيو الحكومه تقدى لينا وتعطينا الاثمنه سيدي اللي كتصح بها. لهذا انا كنعتبره ضرب من اللعبات، لان الكلام ديال المسؤول ما يمكنش راه كيوازي كيقابلوا الوجع ديال المواطن في الشارع. فالله يرضي عليكم على الاقل ما نضحكوش على المعاناه ديال المغربي. راه وصلت فيهم العظم، راه وصلت فيهم الحد. ولا كان هذا الشعب يعني كيامن بالامن ديال البلاد قبل الخبز وعلى الاقل الراعي، هذه المساله ما ندخلوش في هذه الاستفزازات المجانيه. شكرا.